أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائلة يتعين العمل على تعظيم الإمكانات والقدرات العربية المشتركة لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الأيديولوجيات المتطرفة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وزراء الشباب والرياضة العرب حيث صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اقترح إطلاق عام 2023. عاما للشباب العربي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وزراء الشباب والرياضه العرب وذلك بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بان السيد الرئيس رحب بالالتقاء مجددا بوزراء الشباب والرياضة العرب وذلك على هامش انعقاد الدورة الخامسة والأربعين لمجلسهم بالقاهرة مؤكدا سيادته ان قطاع الشباب يمثل بعدا أساسيا للأمن القومي للدول وهناك أهمية كبرى لبناء فهم ووعي حقيقي للشباب على نحو يعزز الاستقرار والأمن والسلام كهدف رئيسي ويوفر عوامل التقدم والنجاح كما شدد السيد الرئيس على أهمية توعية الشباب العربي بالانخراط في التحول الرقمي والبرمجيات والتقدم التكنولوجي المتسارع، والتي تؤثر بشكل كبير على مستقبل فرص العمل وبالتالي تكمن أهمية مساعدة الشباب على مواكبة التطورات في هذا المجال، مشيرا سيادته إلى مجموعة الجامعات التكنولوجية الحديثة التي أقامتها مصر مؤخرا لهذا الغرض. كما أكد السيد الرئيس أن كتلة الشباب تمثل طاقة إيجابية هائله يتعين العمل على تعظيم الامكانات والقدرات العربيه المشتركه لحسن استخدامها واستثمارها ولتحصين عقول الشباب العربي ضد الايديولوجيات المتطرفه والحيلوله دون غرس اي افكار هدامه او مغلوطه بها والتي من شانها ان تهدد مقدرات وكيان الدول. واوضح المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد حوارا مفتوحا وتبادلا للرؤى بين السيد الرئيس ومجموعه الساده الوزراء حول التجارب العربيه المختلفه في العمل الشبابي وكيفيه الاستفاده منها في دعم الحوار الشبابي وتوفير مساحه للتشاور بين الكوادر المجتمعيه الشبابيه في الوطن العربي بغيه بلوره رؤى شبابيه للتحديات التي تواجههم كما أشاد الوزراء العرب باهتمام مصر بقيادة السيد الرئيس بالمجالين الشبابي والرياضي لاسيما من خلال تبني العديد من المبادرات التفاعلية مع الشباب وإقامة الفعاليات والمؤتمرات الوطنية والإقليمية والعالمية في هذا الصدد والتي تعكس الدور المحوري للشباب في استراتيجية التنمية الوطنية في مصر وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس اقترح في ختام اللقاء إطلاق عام 2023 عاماً للشباب العربي، بحيث يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة بالتناوب بين العواصم العربية المختلفة على مدار العام، وكذلك دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك كآلية متطورة تعمل كجسر ومنصة تساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي بشكل منتظم وممنهج للتعرف على عن قرب على القواسم المشتركه والخصوصيات الثقافيه لكل دوله بالاضافه الى توحيد الشباب العربي نحو ادراك قضاياهم واهتماماتهم وذلك لتعميق اواصر العلاقات على المستوى الشعبي بين الشباب ومساعدتهم على التصدي للشائعات وتصويب الانحرافات الفكريه ومواجهه الافكار المغلوطه والهدامه والمتطرفه والظواهر السلبيه التي تلقي بظلالها على الوعي المجتمعي